يا ما يا ضاها الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري اللهيب هدي قلبي أنين امتى يا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى كل مسلم ومسلمة إلى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة إلى كل مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتدية إلى كل قلب هام شوقا بحب النبي صلى الله عليه وسلم إليكم قبسات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متسلسلة زمنيا بحسب عمره عليه الصلاة والسلام. نورت الدنيا نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في سن 61 من عمره، السنة 9 للهجرة، غزوة تبوك ووفاة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنة 9 كانت غزوة تبوك وتعرف بغزوة العسرة وبالفاضحة، وفيها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحمة النجاشي ملك الحبشة بعدما أخبرهم النبي بموته وكان غائبا، فسن النبي بذلك الصلاة على الغائب. وفيها كان حج الصديق بالناس، فخرج من المدينة ثم أرسل النبي له في إثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدركه فقال: بعثني النبي أنادي أن لا يحج مشرك بعد هذا العام ولا يطوف بالبيت عريان كما كانت تفعل الجاهلية، واقرأ على الناس سورة براءة. وسميت هذه السنة سنة الوفود لكثرة الوفود القادم فيها على النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات، فإنهم كانوا منتظرين ما يقع له مع قومه، فلما حصل الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا. وفي هذه السنة مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه منافق، بل كان يظنه مسلما، فصلى عليه صلاة الجنازة قبل أن يعلم بأنه غير مسلم. ثم نزل عليه القرآن مبينا حاله، قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وليس صحيحا ما يقال من أن رسول الله صلى عليه صلاة الجنازة وهو عالم بحاله، فهذا مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة الثابتة. وفي هذه السنة ماتت بنت رسول الله أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنها. وفي هذه السنة قدم ضمام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم عاد إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام، فما أمسى ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نور